نشوف مع بعض بس الشكل اللي احنا شفناه ده مع بعض. دي ترانكس اتيوزس، ترانكس اتيوزس بيظهر في نهايتها ساك بنسميها اورتيك ساك، اورتيك ساك. نقفل المايك بس بعد اذن حضرتك، في المايك بس الله يخليك. بيظهر الاورتيك ساك، بيطلع من الاورتيك ساك اورتيك ارش 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 ارتي، يعني الشرايين ماشيه في الفرنج الارش، كل واحد بيمشي في او باسز او باسز ثرو ذا كورسبوندنج فرنج الارش. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، زي ما اتفقنا مع بعض الخامس بيختفي بكل المحتوى بالشريان بتاعه كله، هيفضل الاولاني والتاني والتالت والرابع والسادس. نهايتهم نهايه الاورتيك ارش ارتر دي بتتحد مع بعض في الدورسال اسبكت اوف ذا امبريو عشان تعمل لنا حاجه بنسميها الدورسال اورتر. الدورسال اورتر، الدورسال اورتر بيجي عند الفورس الثوراسيك سوميت ويتحد، يتحدوا مع بعض عشان يعملوا لنا ديسندنج اوت، ديسندنج اوت. طبعا الكلام ده احنا قلناه في موضوع الفرنجال ارش، بنعيده تاني هنا، وكلام مهم طبعا هتسالوا فيه اكيد. يعني استاذن بس الفتح المايك يقفله بس بعدين. الفيرست والسكند يعني ايه؟ disappear except small artery في كل واحد. في الفيرست زي ما اتفقنا هيعمل لنا المجزلة artery، والسكند هيعمل استبيديال artery. استبيديال artery. نيجي بعد كده للثيرد، الثيرد pharyngeal arch artery. الثيرد هيعمل ده بداية الكلام اللي هو الرسم ديت. ده الثالث اهو. الثالث هيعمل لنا ثلاثة arteries اللي هم الكومن كاروتيد. ثلاثة كاروتيد يعني، كومن كاروتيد والانترنال والاكسترنال كاروتيد. نيجي بعد كده اهوت، نيجي بعد كده ليه الفورس، الفورس هنا وهنا زي ما اتفقنا على الليفت، على الشمال هنا هيعمل لنا الارش اوف ذا، على الرايت هيعمل جزء من الرايت سب كليفيان ارت، الرايت سب كليفيان أوت. الخامس زي ما اتفقنا اختفى بكل ما فيه. نيجي للسادس، البروكسيمال بورشن من السادس هيعمل لنا البالمونري ارتري اون ايتش سايد، يعني رايت بالمونري وليفت بالمونري، والديستال بورشن هنا على الرايت سايد ديس ابير على الليفت سايد بروسيست تو فورم داكتس ارتريوس، داكتس ارتريوس. ده كلام مهم طبعا يعني لازم تبقوا فاهمينه وحافظينه. يعني النقطه اللي عايز ازودها هنا السب كليفن ارت، السب كليفن ارت ده ممكن تصير فيها ام اس كيو او سؤال بسيط. السب كليفن ارت زي ما انتم شايفين اللايت سب كليفن ارت واخد يعني ايه مسافه طويله كده طالع من الرايت فورس، الرايت فورس اورتك ارش ارتري اهو، والدورسال اورتا على الرايت سايد لغايه الليفت، لغايه السيفنس انتر سيجمنتال اوت، لغايه الشريان الصغير اللي شايفينه ده لغايه هنا. وبيكمل كمان ده السيفنس انتر سيجمنتال اوت، انتر سيجمنتال اوت بيكمل معاه، يعني هو بيطلع من ثلاث اجزاء. الرايت سب كليفن اوت بيطلع من ثلاث اجزاء، الرايت سب كليفن ارت بيطلع من الرايت اورتك الفورس رايت اورتك ارش ارتري، والرايت دورسال اورتا، و السيفنس الرايت سيفنس انتر كوست انتر سيجمنتال ارت، الرايت سيفنس انتر سيجمنتال ارت. الجزء اللي ما بين الرايت انتر سيجمنتال ارتري والديسندنج اورتا ديسابير، disappear. معايا يا شباب؟
الجزء ده بيختفي. طيب نيجي للليفت، الليفت سب كليفيان. الليفت سب كليفيان هيطلع فقط من السيفنس انتر سيجمنتال ارت، السيفنس انتر سيجمنتال ارت بس. طبعا يعني ده هيطلع من الارش اوف زاويتهم، وده كله الارش اوف زاويتهم. وايضا نواه سب كليفيان هيبقى طالع برضه من الارش اوف زاويتهم، وده بدايه الارش اوف زاويتهم. نيجي لل يعني دي النقطه اللي هي بتاعت سب كليفيان ارتي مش عايزكم تنسوه. يبقى على الليفت سايد طالع من الليفت سيجمنت سب من الليفت سيفنس انتر سيجمنتال ارت، على الناحيه الثانيه طالع من ثلاث اجزاء، من رايت اورتيك ارش ارتي، من رايت دورسال اورتا، ومن الرايت سيفنس انتر سيجمنتال ارت. لكن الليفت بس من الليفت انتر سيجمنتال ارت. ده الفرق بين الديفلوبمنت اوف ذا تو سب كليف. نيجي للارش اوف ذا اورتا. الارش اوف ذا اورتا قلت لكم هم اربع اجزاء، اللي احنا عارفين ده ممكن يبقى نظري، سؤال نظري. الجزء الاولاني من الديستال بارت اوف ترانكس ارتيريوس، بيبقى انتيريور اورت. ديستال بارت اوف ترانكس ارتيريوس يعني الانتيريور بارت اوف، الانتيريور بارت اوف ترانكس ارتيريوس. يبقى ده اول جزء. تاني جزء الليفت بارت اوف ذا اورتيك ساك، الاورتيك ساك الليفت هورن اوف ذا اورتيك ساك، او الليفت بارت اوف اورتيك ساك، الليفت هورن اوف اورتيك ساك. ده الجزء الثاني. الجزء الثالث طالع من الفورس اورتيك ارش ارتري على الليفت سايد، او الليفت فورس اورتيك ارش ارتري، اللي هو الجزء ده. يبقى ده الجزء الثالث. الجزء الرابع من الارش اوف زاورتا طالع من الرايت دورسال، او اسف الليفت دورسال اورتا، لغايه بدايه الديسندنج اورتا، يعني لغايه التي فور سومايت او الثوراسيك فور سومايت. يبقى تاني الارش اوف زاورتا اول جزء طالع من الانتيريور بارت اوف ترانكس ارتيريوزس، الجزء الثاني طالع من الليفت بارت اوف اورتيك ساك، الثيرد بارت طالع من الفورس اورتيك ارش ارثي على الليفت سايد، والفورس بارت طالع من الدورسال اورتا على الليفت سايد. يعني ده الاربع اجزاء، او الاوريجن اوف ذا ارش اوف ذا اورتا. دي النقطه اللي ممكن تسيبه فيها في الحته دي. نشوف كده الكلام المكتوب هنا. طبعا ده السب كليفيان اهوت، الامبريولوجيكال اوريجن اوف سب كليفيان. الرايت سب كليفيان ارايز، ذا ستيم ارايز فروم ذا رايت اورتيك ارش، والديستال بورشن اللي احنا شفناها مع بعض اللي هي الثلاث اجزاء من الرايت سب كليفيان. الليفت سب كليفيان بس من الليفت انتر سيجمنتال ارت، الليفت انتر سيجمنتال ارت، سيفنس انتر سيجمنتال. الامبيولوجيكال اوريجن اوف ذا ارش اوف ذا اورتا نعلم عليها، ديت مهمه. الاولاد دي اللي احنا قلناها دلوقتي، الانتيو بارت اوف ترانكس ارتيريوزس، الليفت بارت اوف اورتيك ساك او ليفت هورن اوف اورتيك ساك، الليفت فورس اورتيك ارش ارتري، والليفت دورسال اورتا، الليفت دورسال اورتا. طبعا كان هم اثنين دورسال اورتا واتحدوا مع بعض وعمل لنا الكومن اورتا، اللي هو ده اللي انتم شايفينه ده. كان اسف اللي هو ده، كان كل واحد، كان اللي هو اللي انتم شايفينه ده، كان كل واحد فيهم بيدي برانشز خلفي وبرانشز امامي وبرانشز على اللاتر سايد. لما اتحدوا مع بعض بقى واحد بس، بقى في واحد بس على الفنترال او الانتيريور، وده رايح للجت، وواحد رايح لاترالي زي ما انتم شايفين، و واحد من هنا واحد من هنا. طبعا اللاترال اثنين، واحد من هنا واحد من هنا، والبوستيريور برضه اثنين، واحد من هنا واحد من هنا. البوستيريور دي اللي احنا بنسميها انتر سيجمنتال ارتري او سيجمنتال ارتري، لو انتم فاكرين
في السبكليفيان بقول من السيفنس سيجمنتال ارتري او السيفنس انتر سيجمنتال ارتري اللي هم دول. في كل منطقه من الترنك بيبقى فيها بوستيريور سيجمنتال ارتري او دورسال سيجمنتال ارتري او انتر سيجمنتال ارتري، بس اللي موجودين في النك في العنق كلهم بيختفوا ما عدا اخر واحد اللي هو السيفنس، كلهم بيختفوا ما عدا اخر واحد اللي هو السيفنس اللي هو هيدينا السب كليفيان على الناحيتين، بس على الليفت سايد هو بس اللي يعني لوحده هو اللي هيكمل او هو اللي هيعمل لنا السب كليفيان، على الرايت سايد هيدينا جزء من الرايت سب كليفيان. يبقى اللي احنا شفناها اللي هي السيفنس انتر سيجمنتال ارتري اللي احنا شفناها مع بعض اللي هي دي اللي هي ديت ديت اللي هي الدورسال برانشز او الدورسال سيجمنتال برانشز اللي هي دي اللي فوق السيفنس بيختفي واللي بيفضل بس اللي هي السيفنس انتر سيجمنتال ارتري. بقيه الارتريز بتكمل طبعا يعني في الـ في السيجمنت او في كل جزء من التراك ده، يعني ايه مش موضوعنا عشان مش يعني نطول عليكم فيه، لكن كل اللي انا عايزك تعرفه دي الاناتوميكال اوريجن اوف ذا ارج اوف ذا اورتا والاناتوميكال اوريجن اوف سب كليبيان ارت. الاثنين دول لازم تبقوا تعرفينهم وفاهمينهم جايين ازاي. نيجي بعد كده نقاط بسيطه كده ومهمه، يعني البيتنت داكتس كونجينيتال انومالي اوف ارتيريال سيستم البيتنت داكتس ارتريوزس. طبعا دي احنا اتكلمنا عليها في الفيتال سيركيليشن وبنتكلم عليها هنا البيتنت داكتس ارتريوز. طبعا دي بتبقى مفتوحه اثناء الحياه الجنينيه اثناء حياه الجنين في بطن الام لكن بعد الولاده قلت لكم ايه بتغلق اوبليتريت عشان تعمل ليجامنت بنسميه ليجامنتم ارتريوز تقفل. لو فضلت مفتوحه ايه اللي هيحصل؟ اللي هي اللي بنسميها البيتنت داكتس ارتريوزس اللي هي دي ايه اللي هيحصل فيها؟ طبعا الضغط الدم في الاورطة اعلى من ضغط الدم في البلمونري فيزلز او البلمونري ارتر، فالدم هيتجه لما دي تبقى مفتوحه هيتجه من الاورطة اللي الضغط فيه عالي هينزل على البلمونري ترانك وممكن يصل الى التو لانكس يعمل بلمونري كونجيشن وممكن يؤدي الى فيلير في الرايت سايد اوف ذا هارت. يعني الدم هيتجمع في الرايت سايد اوف ذا هارت ممكن يؤدي الى فيلير او هارت فيلير ده لو فضلت ايه مفتوح. طبعا لو في حاجه زي كده لازم يتعمل له عمليه، والعمليه فقط جاست ان هو بيربط على يعني بيعمل ليجيشن او بيربط على الداكتس ارتريوز دي بيقفلها بس وخلاص، يعني مش بيشيلها يعني هي اصلا موجوده بتبقى ليجمنت فهو مش بيشيلها بس بيعمل بس ايه ليجيشن بس وخلاص. يبقى دي البيتنت داكتس ارتريوز. يبقى نعرف البيتنت داكتس ارتريوز ومشاكلها ايه. مشاكلها ان الدم هيعدي من الليفت للرايت سايد من الاورطة للبلمونري ترانك ويعمل مشاكل على الرايت سايد وظهرت وبلمونري كونجيشن في اللانكس، وطبعا يعني هي ممكن كمان يعمل سينوس لان هيقلل الدم اللي واصل للجسم. نيجي بعد كده كوركيتيشن اوف ذا اورت. النقطه اللي بعد كده اسمها كوركيتيشن اوف ذا اورت. كوركيتيشن يعني نارونج. كوركيتيشن يعني نارونج يعني ضيق الحته اللي بيضيق فيها الاورطه بتبقى غالبا مقابل الداكتس ارتريوز. الحته دي كده اللي بيحصل فيها ضيق اهي اللي هي الجزء اللي انتم شايفينه كوركتيشن اوف ذا اورتا ده موستلي بيبقى اوبوزيت ذا داكتس ارتريوز او بعديها بشويه او قبلها بشويه، يعني هي في المنطقه بتاعت الداكتس ارتريوز. ايه اللي يعني ايه اللي بيخلي ديت يحصل فيها نارونج الجزء ده من الاورتا؟ الجزء ده بعد الولاده العضله بتاعت الجزء اللي هو الجزء من الارش اوف ذا اورتا اللي هو مقابل الداكتس ارتريوزس في بعض الاحيان بتبقى العضله يعني ايه متصله مع بعض، العضله الماسكولار لير اوف داكتس ارتريوزس داخل مع المسل لير للجزء المقابل ليها من الارش اوف ذا اورتا.
فدي لما بتعمل لما بتحصل بعد الولاده يعني كونستريكت تضيق واوبليتويت يعني عشان تطمس وتغلق وتبقى ليجمنت. ففي الحاله لما يبقى العضله مستمره او كونتينوس مع الجزء بتاع الاوطه ده فبيحصل ضيق فيها يعني بتضيق بيحصل فيها ايه كونستريكشن بس مش بتتحول لليجمنت زي دي لان هي واسعه عامله زي يعني واسعه زي الشارع يعني الاوطه كبير اكبر وزن اكبر ارتر موجود في الجسم فكل الفيه بيحصل ايه بيحصل ضيق ما بيتقفلش خالص لكن ايه بيضيق دي احنا بنسميها ايه كوكتيشن اوف ذا اورت كوكتيشن اوف ذا اورت. لما يحصل كوكتيشن اوف ذا اورت ايه المشاكل اللي هتحصل؟ المشاكل اللي هتحصل الثلاثه بيج ارترز اللي طالعين من الارش اوف ذا اورت دول قبل الاختناق دهوت فدول بيغذوا الايه الابر هاف اوف ذا بودي زي ما اتفقنا بيغذوا الدماغ والابر هاف اوف ذا بودي وبقيه الارش الديسندنج اورتا بتغذي اللي هو هاف ذا بودي. ففي الحاله دي بيحصل هايبر تنشن في الابر ليمب او الابر بارت وهايبو تنشن في اللور بارت. يعني لو احنا قسنا الضغط في الابر بارت طبعا هيبقى الضغط اعلى عالي ولو قسنا الضغط في اللور ليمب هيبقى الضغط واطي. يعني بتعمل اختلاف في بتعمل اختلاف في ضغط الدم بيبقى في هايبوتنشن في الابر بودي وهايبوتنشن ان ذا ريست اوف ذا بودي. يعني لو قسنا ضغط الدم في الابر بارت او في الابر ليمب هتلاقيه مختلف عن اللور ليمب ده يعني المفروض ان هو ما يبقاش مختلف. يبقى الكوكتيشن اوف ذا اورتا دي هتنتج عنها هايبوتنشن في الابر ليمب وفي المقابل هيبقى في هايبوتنشن ان ذا لور ليمب النقطه اللي بعد كده اللي هي دبل اورتيك ارش يعني احنا ده الاورتيك ارش اهو واللي بيخلي الاورتيك ارش على الليفت سايد بس ان الجزء ده زي ما انت شفت في الرسمه الاولانيه بيختفي الجزء ده ديجنويت. لو تبقى الجزء دهوت او بيرسيستنت اوف رايت دورسال اورتا اللي هو الحته ديت لو فضلت موجوده ما اختفتش هيعمل لنا الحلقه اللي انتم شايفينها دي بنسميها الاورتيك ارش دبل اورتيك ارش او الاورتيك رينج عامل زي الحلقه يعني الاورتا عامل زي الحلقه. طبعا مشاكلها ايه؟ الحلقه دي هتبقى محوطه على مين؟ محيطه بالاسوفجس ومحيطه بالتراكيه هتعمل ديفيكالتي في البريثنج اند سوالينج هتعمل ديسفاجيا ديفيكالتي في السوالينج وممكن تعمل ايه؟ يعني difficult في البريزنج او الديسني او حاجه زي كده. يبقى الرينج ديت سراوند ذا تركيا اند اسوبوجس ريزلتنج ان difficulty ان بريزنج اند سوالو. يبقى احنا قلنا المشاكل ممكن نلاقي في ال كوكيتيشن اوف ذا اورتا بيتن داكتس اتريوزس دبل اورتيك ارش واخر حاجه اللي هي الرايت اورتيك ارش. رايت اورتيك ارش يعني بدل ما الحته دي هي اللي هتختفي الجزء ده هو اللي اختفى على الليفت سايد فالارش بقت هي دي الارش بتاع الاورتا بقى هو الجزء اللي على الرايت سايد. اخر نقطه بس انا يعني هلفت نظركم ليها يعني مش هتسالوا فيها لكن بس هلفت نظركم ليها هنحتاجها بعد كده اللي هي الديفلوبمنت اوف طبعا زي ما قلت لكم الساينس فينوزس قبل كده في المحاضره الاولانيه بتاعت الهارت داخل فيه ثلاثه فينز الكومن كاردينال فين وده جاي من البودي وول والليفت امبيليكال فين وده جاي من البلاسنتا والفيتلاين فين وده جاي من اليوكساك ثلاثه هم الديفلوبمنت اوف ذا ليفر في منتصف الامبيليكال والفيتلاين فين ده بقسمهم الى ثلاث اجزاء. الجزء اللي هيدخل في مكان الليفر في نمو الليفر او في مكان الليفر هو يعني في الديفلوبمنت بتاعه بيتكسر ويعمل لنا البلاد ساينوسويد او البلاد اللي هي الليفر بلاد ساينوسويد الليفر بلاد ساينوسويد. انت عارفين الساينوسويد هي الكابيلرز بتاعت الليفر هي البلاد كابيلرز بتاعت الليفر بس تبقى واسع شويه. فالاوعيه الدمويه اللي هي الامبيليكال و الفيتلاين فين in the region of development of the liver form the blood sinusoids of the liver. تمام؟
نيجي بعد كده لبروكسيمال بورشن وديسال بورشن. البروكسيمال بورشن هو او الجزء الاعلى الليفر والجزء الاسفل الليفر. الجزء الاعلى الليفر والاسفل الجزء الاعلى الليفر على الليفت سايد، الجزء الاعلى الليفر على الليفت سايد الاثنين هيختفوا زي ما انتم شايفين. الجزء الاعلى الليفر على ده الليفت سايد، على الرايت سايد الرايت امبيليكال فين هيختفي، والرايت فيتلاين فين احنا قلناه قبل كده هيعمل لنا الانفيريور فينا كاب، انفيريور فينا كاب اللي هي الفي في زي ما قلت لكم قبل كده. الكاردينال فين هنا يعمل سوبير فينا كاب، والرايت فيتلاين فين هيعمل انفيريور فينا كاب. الجزء اللي اسفل اللي تحت الليفر الرايت امبيليكال فين زي ما هيختفي واخر، يعني كل الرايت امبيليكال فين هيختفي. على الناحيه الثانيه الليفت امبيليكال فين، الليفت امبيليكال فين ده بيرسيست اثناء الفيتال لايف اثناء حياه الجنين عشان يوصل الاكسجينيتد بلاد من البلاسينتا للداكتس فينوزس ل رايت فيتلاين فين او الانفيريور فينا كاب. لو انتم فاكرين السيركيليشن كده، السيركيليشن اللي احنا قلناها المحاضره اللي فاتت، يبقى على الليفت سايد، على الليفت سايد الجزء اللي هو بيلوز ليفر بروسيست، لكن الجزء اللي اعلى الليفر من الامبيريكال فين بيختفي، لكن اللي هي الليفت امبيريكال فين، الليفت امبيريكال فين تحت الليفر بيبقى علشان يعمل لنا او يوصل الاكسجين في البلاد من البلاسينتا الى الانفيريور فينا كاب. وطبعا بعد الولاده بيتحول لليجامنت زي ما احنا اتفقنا قبل كده، اللي هو الليجامنت تيز اوف زيلو. المهم نيجي بعد كده ليه الفيتلاين فين. الفيتلاين فين تحت الليفر، تحت الليفر بيعملوا مع بعض انستيموزس زي ما انتم شايفين، عامل زي حرف الاس اهوت، عشان يعمل لنا حاجه بنسميها البورتال فين. البورتال فين اس شيب بورتال فين، البورتال فين طبعا عارفين الفينس درينج بتاع الجت، بورتال فين ده. بس انا يعني تصور بس بسيط كده عن اللي بيحصل في الفينز، يعني بس حتى على الاقل لو في سؤال ام اس كيو انتوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. بقيه الحاجات بالنسبه للفينز ما فيش مشكله فيها، لكن احنا كل اللي احنا طبعا الفيتا سيركيوليشن اتكلمنا فيها المره اللي فاتت وده مهم طبعا، والكونجنتال انومالي للاسف التشنجز اللي بتحصل، وحتى الكونجنتال انومالي احنا لو احنا قلنا مثلا كونجنتال انومالي في الفيتا سيركيوليشن، في الفيتال سيركيوليشن هنقول ايه مثلا؟ هنقول ايه؟ احنا قلناها يعني، بس يعني هنعيدها تاني نشوف كده. لو الفين والارتري مفتوحين، لو الفين والارتري مفتوحين يعني فضلوا يعني ما تحولوش الليجامنت، الحته الجزء اللي داخل بطن الطفل ما تحولش الليجامنت، هيعملوا ايه؟ هيعملوا ديسشارج اوف بلاد، هيعملوا بليدنج عند الامبليكس، يعني هدان الامبليكس يعني ايه بتنزل دم، يعني بعد سقوط الحبل السري هتفضل تنزل دم. يعني عدم او فيلير اوف اوبليتريشن اوف ذا امبيليكال فين اند ارتريز هتعمل بليدنج از امبيليكس. ماشي؟ طيب فيلير اوف ذا داكتس فينوزس تو اوبليتريت، فيلير اوف اوبليتريشن اوف داكتس فينوزس دي ما مش هتعمل حاجه كلينيك، مش يعني مش هتعمل ضرر كبير في الكلينيكال، هتبقى كوميونيكيشن ما بين البورتال والسيستم سيكريت، دي مش مشكله، مش هتعمل حاجه يعني ايه ذات يعني ايه سيجنيفيكانس. لكن زي ما اتفقنا الداكتس ارتيريوزس لو مفتوحه احنا اتكلمنا عليها دلوقتي هتعمل ايه؟ هتعمل شيفت للدم من الاورطة للبلمونري ترانك وهتعمل مشاكل بالنسبه للرايت سايد اوف ذا هارت. طيب لو الفورمن اوفال مفتوح واحنا اتكلمنا عليها في الكونجنتال انومالي اوف ذا هارت، لو الفورمن اوفال مفتوح وكبير برضه هيدخل الدم من، هيعمل شيفت للدم من الليفت اتريوم للرايت اتريوم ويعمل ضغط شديد على الناحيه اليمين من الهارت، وبرضه ممكن يعمل ايه؟ رايت سايد هارت فيل. ده يعني لو حتى يعني سالنا في الكونجنتال انومي هي مش مكتوبه تحت الكلام ده، لكن احنا قلناها قبل كده وهي سهله يعني مش مشكله فيها. الفيزلز هتعمل بليدنج از امبيليكس، فيلير اوف اوبليتريشن اوف ذا امبيليكال فيزلز هتعمل بليدنج از امبيليكس، فيلير اوف اوبليتريشن اوف داكتس ارتيريوزس هتعمل
shift of blood from the aorta to the pulmonary trunk. وfailure of obliteration of foramen اوبال هتعمل shift للblood من left atrium الى right atrium. وطبعا مع الاوفرلود اون ذا رايت سايد اوف ذا هارت. ماشي يا شباب؟ كده ان شاء الله المحاضره الجايه يعني هنتكلم عن التانجو سيويد وبعديها الديفلوبمنت اوف ذا فيس والبلد. اي سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟ شكرا دكتور، بارك الله فيك. شكرا. تمام دكتور، شكرا جزيلا. دكتور عبد المنعم.